عندك شي بلاصه في الدار وفيها جليج قديم وبغيتي تبدل الديكور، تبع هذا الفيديو. السلام عليكم، كنتمنى كلشي يكون بالف خير. اليوم غادي نتعلموا كيفاش نصبغوا جليج ديال الحيط بلا تمره ديال التحياد. طريقه سهله واقتصاديه، نديروها غير بيدينا. عندنا حيط في الكوزينه او في الحمام وبغينا نبدلوا الديكور ديال الجليج، في هذا الفيديو غنشوفوا الطريقه باش نعطيوه لوك جديد. خليكم معنا. باش نصبغوا الحيط غادي نحتاجوا هذه الادوات: بونجا، لاسيتون باش نبروتيجيو الارض، لاصق ديال الصباغه، بانسو صغير، رولو، ميلونجور، وطاسه فين نديرو الصباغه. المرحله الاولى غادي ننقيو الجليج بالماء. الا كان موسخ بزاف غادي نستعملو لاسيتون او البرودوي ديال الجليج. من بعد غادي نفرشوا البلاستيك ولا الجورنال ولا الكارتون باش نبروتيجيو الارض. غادي نلصقوا اللاصق ديال الصباغه في الدوره ديال الباب وفي البريزات. وفي لي بلانت. ونزيد ناكد المكان اللي غادي نخدمو فيه خاصو يكون نقي وواجد قبل ما نبداو الصباغه باش نخدمو في راحتنا. المرحله الثانيه مهمه، الا شرينا الصباغه عاديه خاصنا نديرو الكوش الاولى او السوكوش اللي ستشد فيها الصباغه ديالنا. نحركوها مزيان ونديروها في الطاسه الخاصه بالصباغه. غادي نبداو بالبانسو الصغيور، نعمرو القناص ديال الحيط وجهة لي بلانت. من بعد نعمرو الرولو، نبداو من القناص ونشارجيو مزيان الجوانس ديال الجليج. ما نساوش كما الفيديو اللي فات نصبغوا بالطول ونكروازيو بالعرض. باش ما تقشرناش الكوش الاولى نحيدو اللاصق قبل ما تنشف. نخليو الصباغه تنشف ونحترموا الوقت اللي تنصحوا به في لومبالاج. المرحله الثالثه نعاودوا نلصقوا اللاصق ديال الصباغه باش نحافظوا على كل شيء. نحركو مزيان الصباغه اللي اختارينا، نعمرو البانسو ونديرو نفس الطريقه اللي تبعنا في المرحله الثانيه. ما تنساوش بالرولو، نبداو بالطول ونكروازيو بالعرض، ولا ما قداتش كوش وحده نزيدو الثانيه. فاش نساليو نحيدو اللاصق بشويه قبل ما تنشف لنا الصباغه. كما شفتوا الطريقه سهله واقتصاديه، كتبدل لينا الديكور بلا ما نضربوا بزاف ديال التباره. الا بغيتوا تستعملوا غير صباغه عاديه ماشي ديال الجليج، ما تنساوش تحكوه بالقاعده الحرش. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيوه وتشاركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في بريكول جديد مع الفيديو التالي، والسلام عليكم.